لو بابا إذا سمعني يشد على إيدي. رشا شربتشي تطمئن محبيه هشام شربتشي حصرياً في إيتي بالعربية. أول ما فات على البيت عمل لي هيك الدرج وهاتي السيجارة قلت له ممنوع. تضامن كبير تلقى المخرج هشام شربتشي بعد انتشار خبر نقله للعناية المركزة بسبب جلطة دماغية مفاجئة أصابته قبل حوالي أسبوعين، وطول هالفترة كان بيخضع للعلاج. وإيتي بالعربي التقى حصرياً ببنته المخرجة رشا شربتشي حتى تطمنا أول شيء عن صحته وكيف صار هلا. الحمد لله نشكر الله، يعني نقدر نقول نحن تجاوزنا مرحلة الخطر، كل وظائفه الحيوية رجعت لطبيعتها تقريبا، في بعض الاختلاطات البسيطة اللي إن شاء الله بالوقت بترجع بتنتظم. بيبقى بقى أثار هاي الجلطة الدماغية، بتعرفي بدها وقت. بحس إنه بابا إن شاء الله شخص قوي، شخص عنده رغبة بالحياة وبالاستمرار، مع العلاج الفيزيائي، مع إعادة هيك تأهيل شوي، مع الحب اللي كل الناس حاوطته فيه، بتوقع إن شاء الله بيتجاوز هاي الأزمة بأسرع وقت ممكن. أحلى خبر إنه أنا هلأ جاية من البيت، يعني نحن نقلنا اليوم من المستشفى للبيت، فيمكن نفسيا تكون حالته تبدأ تتحسن. ما في شيء ساعد لتعافي أكثر من الدعم الكبير اللي تلقاه على السوشيال ميديا وخاصة من نجوم الوسط الفني، فكتب له ياسر العظمي: عافاك الله وشفاك يا صديق العمر يا هشام. وشفنا رسائل دعم من باسم ياخور، شكرا مرتجى، سلمى المصري، وأمل عرفة اللي كتبت له: ناطرينك يا شيخ الكار. بشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، الحقيقة كان في إجماع على المحبة، وهذا الشيء كان قد ما كان الوجع كتير كبير بس كان بلسم هالوجع كتير كبير. كمان كل الناس العاديين اللي من الشارع اللي حبوه، اللي عاشوا على مسلسلاته وضحكوا من مزحاته، كل الناس اللي شافت مسلسلاته اللي إلها عمر طويل، والإذاعة، الفنانين، كل الناس بالوسط الفني، حتى رجال الدولة. يعني الحقيقة صار في إجماع من كل الطوائف، من كل البلاد، يعني على أنحاء العالم، اتصالات حتى ناس ما بعرفهم. شكرا من القلب، كل حدا سأل بكلمة هو خفف من وجعنا. ورشا بدورها أكيد كانت معه طول الوقت، وما في شك أنه وعكة صحية من هالنوع لوالدها رح تأثر فيها كثير، فهي كان أول من أعلن الخبر وكتبت: والدي حبيبي سندي وشيخ كار المخرجين يحتاج إلى دعواتكم. كنت حريصة أنه هو على مدار اليوم يسمع صوتي وكان يشد على إيدي، قاله بابا إذا سمعني بضل مغمض عيونه، إذا سمعني يشد على إيدي يشد على إيدي. أحس هاي بالدنيا، يعني إنه هو لا موجود وسامع وواعي. وحتى لما كان بمرحلة الغيبوبة كنت أهمس له بإذنه، كنت قاله إنه كل الناس تحبك، قالب الدنيا، لازم تقوم لتعرف قديش أنت عامل بصمة وقديش أنت الناس بتحبك عن جد. وجمهوره أكيد حابب يعرف شو سبب هالجلطة. بابا بالنسبة لعمره حدا نشيط، كان عنده مشاكل مثل أي حدا بعمره، يعني ببعض الأحيان هضمية، أما أبداً ما كان في شيء. وعلى فكرة اليوم اللي كان صارت فيه الجلطة كان يوم لطيف، وكان نازل يشتري غراض، وحتى سايق سيارته وبيروح مشاوير، وكان حتى عند عمي بالبيت عم يتعشى. ما كان في أبداً أي شيء إزعاج، وما كان في أي مرض أو مؤشر لأنه يصير هذا الشيء. بتعرفي جلطة الدماغ ما بتستأذن، وهو حدا أصلاً يعني هلسي، يعني بس مشكلته بالدخان. وعلى فكرة أول ما فات على البيت عمل لي هيك الدرج وهاتي السيجارة قلت له ممنوع. واللي ما بتعرفوه أنه وقت حدوث الجلطة لوالدها هي كانت بلوكيشن تصوير الجزء الثالث من حارة الإبة. كمان عيلتي الثانية بحارة الإبة كلهم وقفوا جنبي، كنت عم صور وحكى معي عمي أيمن، قال لي بابا هيك هيك صار معه، ونقلت فورا على المستشفى بلحظة. كنت يعني حتى عامر من الإنتاج هون ما بعرف يمكن 5 دقايق كان من الشام القديمة لمشفى الشامي.